السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد الشهيوة ديال هاد النهار ان شاء الله. كيك بلا دقيق بدون سكر كتجي اكثر من رائعة على هاد الشكل. صحاب السكري بطبيعة الحال وصحاب الحمية نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي على هذا الشكل. اللي كيهمها الامر وبغات تعرف شنو وضعت في هذا الكيك تابع الفيديو بطبيعة الحال من الاول حتى الاخير باش تعرفني شنو وضعت فيها. فرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في استعراض المقادير. هنا عندي ثلاثة البيضات مع قبصة من الملح، جوج كيسان ديال الشوفان مطحون، كأس ديال التمر مقطع طريفات صغار، زيت البلدية وكذلك نص كأس. غادي نضيف ليها واحد الياغورت بدون سكر وبدون نكهة. واحد الساشي، انا هنا عندي 11 الغرام اللي غادي نوضع ديال الخميرة ديال الحلوة او الكاطو، معلقة ديال الخل والقليل من القرفة وحبة حلاوة للتنسيم اللي بغيتو نسمو به. غادي نبدا نخفق ان شاء الله. دابا غادي نضيف الزيت هنا. ما ذكرتش واحد الساشي ديال الفلون شوكولا بالشوكولات بدون سكر. غادي نخفق. غادي نضيف الياغورت، معلقة ديال الخل، القرفة انا باش غادي نسم. الشمر واليانسون هو غادي ندير واحد المعلقة صغيرة. ندير جوج معالق ديال الخل صغار او لا معلقة كبيرة. الياغورت غادي نزيد نخفق ونزيد التمر. غادي نضيف دابا كاس بكاس ونشوف واش كافيني ولا لا. نضيف الخميرة. هذا الكاس الاول ونوضع التمر. انا عندي هذا التمر معسل.
نزيد نخفق ونشوف الكاس الاول واش غادي يدخل ولا نزيد. هنا جوج كيسان ديال الشوفان اللي عبرت قدامكم هما اللي دخلات. دابا غادي هنايا في هذا المول دهنتو ورشيت عليه الشوفان، غادي نكبو فيها الفران. دابا كيسخن هنا كيما يمكن لكم باش ما بغيتو ترشوها، اما باللوز ولا القرقاع ولا كاوكاو الشوفان اللي موجود، التمر وكذلك. هنا عندي طريفات ديال التمر غادي نوضعهم، وغادي نوضع الطريفات وكذلك هاد القرقاع واللوز. هنايا كما قلت لكم زينتها باللوز والقرقاع والتمر والشوفان، غندخلها الفرن طيب ان شاء الله ونطلقها في طبق التقديم. الكيك بعد ما خرج من الفرن كيجينا على هذا الشكل. انا وضعت المول شويه كبير داكشي باش جات ليا شي شويه رقيقه، الا كتبغيوها تكون شويه غليظه ديروا المول اصغر من هذا وغادي تكون شويه مهبره، انا كنفضلها بحال هكا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وبطبيعه الحال كما العاده الا عجبتكم شاركوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا كل جديد وضعته في القناه ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بمشيئة الله.